شهر رمضان الناس بتهتم بيه بالاكل قوي، لكن اتقتلت ابشع جريمه قتل. ايه اللي يحزن؟ ان الجيران سامعين صراخها. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناه ساعه مع حنان، قناه خصصناها بالكامل لعالم الجريمه، لكن بنقدم النصيحه، بنقدم العظه، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غيرنا. تعال نشوف الجريمه دي اللي حصلت في منطقه الويلي. الويلة على فكرة من ضمن المناطق المعروفة في محافظة القاهرة. زوج اسمه محمد عايش مع زوجته اسمها حكمت. حكمت عندها 27 سنة، عايشين في منطقة الويلة. واحنا في رمضان، انتوا عارفين يا جماعة، في رمضان الناس بالإضافة إلى العبادات اللي هي المفروضة علينا في شهر الكريم، هو شهر روحاني ليه مكانته عند كافة المسلمين، بيبقى في موضوع الأكل بالنسبة لنا شيء مهم جدا. تلقى الواحد قبل الفطار عايز ياكل الدنيا باللي فيها، وعايز يخلي مراته تعمل بط ووز وفراخ ولحم. طبعا كل واحد حسب امكانياتة، ما بقاش انا مرتبي 1200 جنيه واقول لمراتي اعمل بط ووز وفراخ. منين بط ووز؟ انت كويس لو جبت فرخه. فبالتالي، لكن احنا في جميع الاحوال شهر رمضان الناس بتهتم بيه بالاكل قوي قوي، ويبقى مائده الفطار عليها اكتر من صنف، وبعد الفطار ندخل على الحلويات، كنافة وقطايف ومشاء يعني وقمر الدين وحاجات جميلة، ونيجي بعديها بتلات اربع ساعات نصلي ونتفرج على التمثيلية، نتفكر السحور، والسحور فول وبيض وزبادي وجبنة رومي وجبنة لانشون وجبنة مش عارفين. ووه يا جماعة، رمضان الناس بدل ما يكون شهر الواحد بيحقق فيها نوع من الاتزان الجسماني والواحد يخس ويرجع جسمه شبابه رياضة، اصبح شهر رمضان شهر بنطلع منه واحنا زايدين بلا 5 كيلو بالستة كيلو، بسبب كمية اللحوم اللي بناكلها وكمية النشويات والبروتينيات وبعد كده حلويات غير عادية. فالانسان بيطلع من شهر رمضان زايد بسبب الاكل. اللي حصل جريمة القتل اللي حصلت في الويلي بسبب الاكل. يعني تخيلوا الجريمة اللي تحصل بسبب الاكل، وللأسف الضحية زوجة ما كملتش 30 سنة، حكمت زوجة مؤدبة محترمة ما غلطتش ولا اتكلمت، لكن اتقتلت ابشع جريمة قتل في شهر رمضان وقت السحور. وللأسف حتى المناطق الشعبية كل واحد قافل بابه على نفسه. كان زمان المناطق الشعبية الناس بتعرف بعض، الناس بتدخل على بعض. المناطق الشعبية عمره ما حد قفل بابه، ده احيانا الواحد بيبقى بياكل وحاطط قدامه السفرة ولا الطبلية باللغة الدارجة، وباب بيته مفتوح، اللي ماشي واللي رايح يقول له اتفضل تعال افطر معانا، تعال اتسحر معانا. دلوقتي لا، كل واحد قافل بابه على نفسه، ولو سمع اصوات ولا صريخ في عند جاره يقول لك مالناش دعوة، انت في حالك وانا في حالي، يا عم الست بتصوت جوه البيت، يا عم دي جارتك، ده الباب في الباب، مالناش دعوه، هي وجوزها الصفر واعملوا معروف، احنا في رمضان مش لابسين صداع. ليه كده؟ فين اخلاق زمان؟ وفين ناس زمان؟ وفين الحاجات الحلوه الروحانيات اللي كانت في رمضان زمان؟ اللي حصل ان الزوج رجع الساعه 2:30 صباحا عايز يصح حق راجل راجع من البيت كان سهران مع اصحابه وداخل عايز السحر عشان قبل الفجر عشان هيصوم تاني يوم. حكمة قاعدة فبيقول لها عندي كان السحر بو، قالت له الكلمة اللي اي ست بتقولها لجوزها، يا مش عارف ايه يا جارية مش عارف ايه يا سيدي كلف، يعني هجيب لك من ايه؟ هات وانا اجيب. قال لها يعني ايه؟ قالت له ما فيش اكل، انا قاعدة في البيت اهو، انا موظفة ولا ليا داخل؟ ما انت الا هتسحر بهات، ده انا مستنياك علشان تجيب السحور معاك، كنت جبت معاك شويه فول على جرسون طعميه على شويه سلطه كنا سحرنا انا وانت. قال لها فول وطعميه؟ هو انت ما عملتيش اكل؟ قالت له اكل اللي هعمله في السحور، ما انت واكل على الفطار فراخ ومفيش، خلصنا الاكل مفيش، كانت فراخ بايته من قبليها وانت خدت وانا ما خدتش. قال لها يعني ايه؟ قالت له مفيش. ما في يعني هتسحر ايه؟ يا عم انا هجيب لك منين؟ إيه؟ هو انا موظف ومخبيه عليك؟ اطبخ يا جاريه، كلف يا سيد، انزل دلوقتي هات لحمه اعمل لك لحمه، هات كفته ناكل كفته، هات فول ناكل فول، انا بقول لك اللي هتاكل منه انا هاكل منه، لكن انت جاي فارد ضلعك عليا؟ لا، ما تعمل زي الرجال، انزل هات سحورك وتعالى واتسحر معاك.
راح مسكي انا راجل غصب عنك يا بنتي كذا كذا كذا، نزل فيها ضرب، قعدت تزعق انت بترد عليا، وللاسف كان في البيت في جركن في بنزين. راح مسك وقال لها انا اخلي السحور ده اسوا السحور في حياتك يا بنتي كذا كذا، وراح كب عليها جركن البنزين، وراح وقف على الباب وولع سياره، وراح رمى السياره عليها. الست تفحمت تماما قبل الفجر بساعه، كانت متفحمه. الشيء اللي يحزن ان الجيران سمعين صراخها وسمعين جثه وهو بيضربها، مفيش حد من الجيران انقذها، ولا حد دخل ولا حد قال لهم بتعملوا ايه. قال لك واحد ومراته ملناش دعوه. ليه ما لكمش دعوه؟ ليه؟ ده الجار للجار، ده الجار اقرب من الاخ. الجار هو اللي بيقف معاك في قدر الله في الموت، هو اللي بيقف معاك في الفرح، لان هو اقرب ليك للباب في الباب. لكن الست تتضرب وتزعق وتلطم ويشدها من شعرها وتصرخ، والجيران يقول لك ملناش دعوه. ليه؟ يقول لك الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح. يا عم ريحه ده واحده بتستنجد بيك، بتستنجد برجولتك بمرقتك انت وزوجتك واولادك، ادخل انقذوها، ده بنت صغير. لا حد دخل ولا حد خبط عليه، لغايه ما ابتدت الدخانه والنار تلتهم محتويات الشقه، لان الزوج عمل كده وهرب جري. الجيران بقى ما مخبطوش على الباب الست علشان ينقذوها، لا دول خايفين ان النار تطلع من عند الست تدخل عنده، فقال لك نلحق النار قبل ما تيجي عندنا. يعني حتى سبب خبطهم على الباب واتصالهم بالشرطه والنجده والحمايه المدنيه مش خوفا على الست اللي جوه، ده خوفا من امتداد النيران من شقه الست اللي ماتت لشقتهم هم. عقبال ما كسروا الباب وجات الشرطه كانت الست تفحمت تماما، ماتت وهي بتصرخ وبتستنجد بالجيران، والجيران قال لك احنا مالناش دعوه، خلي كل واحد في حاله يتحملوا جزء من المسؤوليه. طبعا لما جت الشرطه ايه اللي حصل؟ قالوا احنا كنا سامعين صراخها مع جوزها بس ما رضناش نتدخل. ليه ما رضناش نتدخلوا؟ قال لك وقت سحوره ووقت ليله وكل واحد مشغول في حاله، وده راجل ومراته. الشرطه دورت على الزوج كان هربان، في خلال 24 ساعه تم القبض على الزوج. ايه يا عم اللي حصل؟ قال لهم جيت اقول لها فين السحور؟ قالت لي انت ما جبت السحور معاك، مفيش اكل في البيت. ردت عليا اتنرفزت فقدت اعصابي، لقيت جركن البنزين كنت انا جابه للموتوسيكل اللي عندي، خدته ورميته عليها وولعت فيها ومشيت كده بكل سهوله وكل بساطه. اعترفت تفصيليه، ارشد عن الادوات اللي استخدمها سواء جركن البنزين او غيره، وقال انا جبتها من البنزينه بتاع التعاون، وانا الجركن اللي كان فيه اتولع فيه من ضمن الحاجات اللي اتولعت، واعترف اعترافات تفصيليه وتم القبض عليه. حد يعمل كده في شهر رمضان او في غير شهر رمضان؟ يا اخي عايز تضربها رغم ان الراجل يضرب مراته راجل مش بني ادم اصلا، اضربها يا سيدي، لكن ما تولعش فيها، ما تخليهاش تفحم. ده الواحد ما يقدرش يعمل كده في كلب عضه، يعني لو كلب عض واحد ولا قطه عضت واحد ما اقدرش اجيب عليها بنزين اكب وهلع فيها، ما يجيليش قلب رغم انه اذيني وعضني كلب وعضني، بس ما اقدرش اولع فيه. ودي زوجتك، ما تفكرتلهاش يوم حلو، ما تفكرتلهاش ليله سعيده، على طول الغدر كده فيها، تغدر بيها وتولع فيها وهي ست نوت الصيام تاني يوم والفجر بقى عليه ساعه، وبتقول لك هات لنا شويه فول، هات لنا قرصان طعميه، هات لنا شويه صلاه نتصح، ما قالتش حاجه. اما انت كنت عايزها تعمل ايه؟ لما هي مش موظفه وانت مش سايب لها فلوس، كانت هتسحرك من ايه؟ كانت هتوكلك من ايه؟ وهي ما غلطتش، اطبخ يا جاري، كلف يا سي، هو انت كنت جبت لها حاجه وهي ما عملتش؟ من حقك تزعل لو تلاجتك مليانه وهي قصرت معاك، لكن انت تلاجتك فاضي وجاي زعلان انها بتقول لك هات شويه فول وطعميه، قوم تولع في امها تفحمها، خلاص ما بقاش فيه لا رحمه ولا مروه، وجايه تعترف وتقول لك فقدت اعصابي. اما لو كنت صايم كنت عملت ايه؟ ده انت جاي مع من قعده اصحابك ومروق دماغك. هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.